بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في الحصة الثانية من بايثون فور نتوركينج. اليوم راح نتعلموا دو كومبوننتس ولا تو كومبوننتس اللي هما برينت والكومنتس. اوكي، اول حاجة اللي هو راح نستعملوا ثاني هنا في هذه الحالة اللي هي البايثون. دونك في هذه الحالة نشوفوا البرينت. البرينت هو واش قال لك؟ قال لك وي يوز ات. We use it for what? You use it to display your results or your program. قال par exemple كي تراك حاب راك درت سكريبت نتاعك تاع البايثون اي 2 وحاب تشوف الريزلت. دونك الريزلت باش نشوفها نشوفها ببرينت. نعطو اكزامبل في الريزو حنايا عندنا باش par exemple كي نبني انا ريزو اي 2 من هنا راح ندير لي بروتوكول اي 2 من هنا كونفيغيري لي اي بي اي 2. دونك انا كيفاش نعرف روحي باللي راني صحيح ولا لا؟ لا، راح نستعمل اللي هو كومنت بينغ ولا لي بروتوكول اللي هو المعروف اللي هو اي سي ام بي. دونك في هذه الحاله كيف كيف مع البايثون انا كي ندير سكريبت نتاعي والله اي 2 راح نستعملوا البرينت. دونك حنا في هذه حالتنا راح نستعملوا البرينت. اول حاجه واش راح نديروا؟ راح ندخلوا للبايثون. بون كيما قلت لكم دو بريفيرونس راح نستعملوا الايدل. دونك الايدل باش تشوف هكذا تشوف لي كولور تشوف اي 2. دونك خير من تستعمل هذيك البايثون اللي قلت لكم عليها اللي هي هذه. هذه يا ما تتعاونكش بزاف، مي هنايا من الاحسن تستعمل الايدل احسن. اوكي، دونك حنايا راح نستعملوا هذه. راح نستعملوا اول لاب اللي هو واش قال لك؟ قال لك واش درنا؟ درنا برينت. برينتي لي هذه اللي هي ويلكم تو بايثون فور نتوركينج. اكزامبل راح ندير برينت. اوكي، برينت ويلكم تو welcome to شراهو داير هنايا welcome to python. اوكي، python for what? For networking. For networking. اوكي، راح نقفل بهذو التو كوتيشنز. اوكي، عندي هذو التو كوتيشنز وعندي الاقواس. اوكي، وندير برينت. كيما راكم تشوفوا هنايا راهو برينت لي واش welcome to python for networking. واحد يقول لي لا يقول لي اسكو نقدر نستعمل اللي هي الكوتيشن وحده ولا لا؟ لو كان نسيوها لو كان نسيو نديرو كوتيشن وحده ونديرو ويلكم. اوكي، ويلكم تو ويلكم سوري هنايا ويلكم تو بايثون. اوكي، فور نتوركينغ. فور نتوركينغ ونقفلها غير بوحده. اوكي، كيما راكم تشوفوا هنايا ثاني دلها برينت. دونك هنايا تستعمل تو كوتيشن ولا كوتيشن وحده راح تنجح لك تنجح لك. اوكي، هنايا اش راه يقول لك؟ هنايا قال لك باللي Here Python will ignore the quotations to quotation يا واحدة يا زوج and واش والقوسين. قالك هنا كي دير print راهو واش نحلك؟ نحلك هذه وهذوما. اوكي، هذه وهذه وخرج لك هذا الميساج. دونك هذا بالنسبة لواش؟ بالنسبة للبرينت. راح نديرو اكزومبل واحد اخر. قال بار اكزومبل print لي واش؟ راني حاب نشوف print بار اكزومبل 10 plus 20 اكزومبل. حاب نشوف هذه، راح نقفلها هكذا ونديرها. كيما تشوفوا هنايا برينت لي اللي هي الميساج ولا تكست اللي اسمه 10 زائد 20. اوكي، واحد ما يديرش، لو كان واحد ما يديرش واش؟ ما يديرش هذوك التو كوتيشن كوتيشن سوري، راح يدير 20. 10 زائد 20 راح يدير لك هنايا واش؟ واش راه درنا؟ درنا عمليه الجمع. اوكي، بار اكزومبل لو كان نزيدو نسيو برينت بار اكزومبل 10 فوا. اوكي، فوا 20 ولا 29. هاو هنايا دار لي عمليه ضرب 290. اوكي، دونك هنايا لي تري امبورطون انه واش؟ انه هادو التو كوتيشنز انهم واش يديروا؟ راح يبرينتي لك واش؟ يبرينتي لك كيما راكم تشوفوا هذا الميساج اللي راني حاب نشوفه. وهنايا كيما راك تشوف درنا عمليه الجمع ولا درنا عمليه القسمه ولا عمليه ضرب. دونك هذا بالنسبه لواش؟ بالنسبه للبرينت. نروحوا دركا اللي هو الكومبوننت الزاوج اللي هو كومنتس. قال لك هذا يا يوزد. يوزد باي وات؟ يوزد باي انجينير اور بروجرامر تو تيك ذا نوت باي يوزينغ واش؟ الهاش. اوكي، والله دياز هذه. دونك هنا في هذه الحاله واش راه يقصد بها؟ قال لك بار اكزومبل نتايا كي تكون تخدم سكريبت، قال انت هذا هو البروجرام سكريبت نتاعك. اوكي، راك تخدم تخدم تخدم. اوكي، دونك هنا قال لك دو بريفيرونس واش دير؟ دير شاك دير واش؟ دير دير كومونتير. علاش ندير كومونتير؟ بار اكزومبل نعطيكم، نرجع شويه للنتوركينغ لانه على بالي باللي النص الغاشي راهو كامل هنايا راهو نتوركينغ، لانه حاجه باينه انا دايرين بايثون فور نتوركينغ. دونك حتى في النتوركينغ يقول لك البيست براكتس. وشنو هو البيست براكتس؟ يقول لك من الاحسن انك تستعمل واش؟ انك تستعمل ديسكريبشن. يقول لك بار اكزومبل كي تخدم انترفاس، كي تدخل الانترفاس قال انترفيس جيجا 0/0 بار اكزومبل في الروتر،
تقول له description 2 لما رايح هذه ال وش هذه الانترفاس. دونك هذا يا علاش نديروها باش لي جي مورايا يفهم. قال بار اكزومبل انا راني نخدم في هذا البروجي وبعد ما على بالي جديت كونجي. دونك يجي واحد صاحبي يدخل لهذاك ال اسمه الانترفاس يعرف هذه الانترفاس وراهي رايحه اكزات اكزاكت. دونك هنايا كيف كيف مع واش مع البايثون. دونك انا كي نكتب سكريبت دو بريفيرونس نكتب شاك سكريبت نكتب قدامه هذا لمن خاص كومونتير هكذا الاولى يعاون لي جي من موراك ويعاون حاجه اخرى في الترابل شوتينغ تعاونك بزاف ترابل شوتينغ. بعد كي تكون ترابل شوتي وتجبد في البروبلام تساعدك باش يجي واحد موراك يفهم. اوكي بار اكزومبل كيفاش نديروها نعاودو نرجعو لنفس المثال اللي هو print what print بار اكزومبل welcome to python ولا باش نطيحوها اكزاكت في الريزو. قال بار اكزومبل عندي هذه الادريس حاب نبرينتيها اللي هي 192.168.1.1 قال بار اكزومبل وعاود نقفلها هكذا اوكي ونحيها هكذا. بار اكزومبل انا واش راني حاب ندير كومونتير this is for netflix اوكي netflix server example netflix server. اسكو دركا هو راح يبرينتي لي اللي هي 192.168.1.1 ويزيد يبرينتي لي معها الكومونتير this is for netflix server. تا واش رايك قولوا لي. دونك هنايا كنت تشوف هنايا ماهوش راح يبرينتي لك لانه هذايا جيس كومونتير هذا كومونتير برك ماشي حاجه شغل غير باش نعرف انا كيما راكم تشوفوا هنايا برينتالي غير لادريس كيما راكم تشوفوا هنايا برينتالي غير لادريس. دونك هنايا لي تري امبورطون كومونتير ماهوش رايح يتبرينت هذايا الكومونتير نديروه باش واش باش نعرف وراني باش نعرف ندير ديسكريبشن للوسمو تاعي للسكريبت نتاعي والله. دونك هذه هي. دونك في هذه الحصه واش رانا تعلمنا البرينت كيفاش نبرينتي كيفاش نشوف الريزلت تاعي تعلمنا حاجه اللي هو اسمها واش اللي اسمها كومونتير والله الكومنتس كيفاش ندير كومنت. يعطيكم الصحه بارك الله فيكم يعطيكم الصحه نشوفكم في الحصه اللي بعدها. السلام عليكم ورحمه الله.